بريحكم شوية يا جماعة بشيء ما شفتوه. تشوفون المسلسلات الأول اللي نحطوا مسلسل كويتي أكيد تذكرون في الثمانينات طلعت ذي الموضة في التلفزيونات، الحين بعد وقفوها الحين هاي انتم طالعينه في التلفزيونات. عقب ما تخلص المسلسل من 30 حلقة يحطون حلقة صغيرة قصيرة نص ساعة شيء زايد قاصر، يقولون شيء ما شفتوه اللي هي أخطاء الممثلين أثناء تسجيل المسلسل، يجمعونها ويحطونها في برنامج في سهرة ويقولون شيء ما شفتوه. سعد عبد الله تغلط وتضحك معاها حياته ما أدري شلون واحد ذي يتدلقم ويتوح ويطيح على هالسوالف هذه. أنا بحط لكم شيء ما شفتوه، بعد لكم شيء ما شفتوه طالعوا شوي وبعلق عليه بريحكم، يعني محطة صغيرة قصيرة بس بقول لكم شيء، هذه محطوه بالغلط ولقطناحنا احنا بيقون قاعد لنا هاي قاعدة سعيد الحمد، ما نحط شيء إلا شاله، ما نحط شيء إلا القطة. بعد انتو حطينا حطوه بالغلط شيء ما شفتوه، شوفوا ارتاحوا شوية دقيقة دقيقة ونص وبواصل معاكم الجدية. حط لهم هذا احنا نبغي نتكلم عن نبي الرجل. من هو نبي الرجل؟ شنو يعني لك أنت نبي الرجل؟ لما نبغي نعرف من هو نبي الرجل في عيون آدم نبي الرجل. نبي الرجل اللي هو أبوي كان يعني صديق لي، وكان ما عطيني أفكار. أنا اللي ضحكني هذه آدم، ما أدري شو اسمه، نوح ما أدري شو اسمه، ولد نبيلوه آدم أفتكر اسمه، ها؟ إيه آدم، أنا كله أسميه نوح، أنا كله واحد يعني كلهم في العهود الغابرة. آدم يوم قالوا له تحكي عن أبوك ما عرف شو تحكي، حين شايلينه وأبوه الناس تحكي ولا ولده ما قدر يقول عنه كلمتين. يعني فيهم شيء، يعني فيهم قيمة مضافة له، يعني شيء عود عني. قام يقول إما ساعديني إما ساعديني، بس عقب قطعوا ذي وشفتوا الثانية بعد هذاك بجل شلون أغلاطه عشان تعرفون الحقيقة. أنا أستوقف أحللها سيكولوجيا أن الولد ذي ما يعرف يقول عن أبوه، ما احنا يعني ما ربه، ما ترك في وجدانه ذاكرة، ما ترك في وجدانه أثر. أحن تلو تجيب لك واحد بسبع سنين بعد ما هو كبر آدم، تلو تجيب بسبع سنين عرف شو يقول عن أبوه ولا عن أمه ولا عن يدته. وهذه لأنه ما ربه، ما كان يشوفه أبو ململ، كله مع اللي خبركم هناك بالقمصان يدور. كان رحت له هناك في المساجد بتعرف أبوك على حقيقته. حط لي فاصل.